إذن مشاهدينا، كنا شفنا مجريات الصالون الوطني الأول للصورة اللي كان احتضنته مدينة الورود نظن البليدة السنة الماضية، وبإمضاء مميز من أعضاء نادي الوريدة التابع لجمعية ياسر. وحاضر معنا بكل امتياز كل من رئيس الجمعية عماد علوط، قل له مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا أيضا بليشاني مروان تسنيم، عضو بالجمعية ومنظمة أيضا لأول معرض اللي راح نفوتوا في تفاصيله ونتحدثوا عليه أكثر بتواجد ضيوفنا نهار اليوم. مرحبا بك. إن شاء الله يسلمك، شكرا على الاستضافة. إذا بداية نبدأ معك عماد، خلينا نتعرفوا على أول شيء، خلينا نقيموا نشوفوا الصور اللي شفناها منذ قليل حول مجريات الصالون الوطني الأول للصورة اللي كان السنة الماضية. نعم. بالتالي راح تكون فيه أنشطة والحديث عن النشاط اللي راح يكون أول معرض صور فوتوغرافية خاص بالنساء، وثاني محطة قمتوا بها. السلام عليكم. نشكركم على الاستضافة. احنا جمعية من مدينة الورود، مدينة البليدة، جمعية العلمية الترفيه سياحة شباب ياسر. عندنا نوادي، منهم النادي اللي راهو دوكا معروف واللي هو نادي الوريدة للتصوير الفوتوغرافي او وريدة كلوب الجيري. درنا نشاطات في هاد الثلاث سنين اللي فاتوا، اللي كانوا معارض للصوره الفوتوغرافيه اون بلانر، معناتها في الهواء الطلق. ومع درنا اول معرض للمواهب الشارع، وهذا الصالون اللي كنا نشوفوا دوكا لي زيماج تاعو انا ليا كان حلم. كنت حاب ندير، قلت مدينه الورود مدينه كما هذه لازم تكون عندها تظاهر في الفن هذا اللي هو التصوير الفوتوغرافي. قلنا نديروا اول صالون وطني للصوره الفوتوغرافيه تحت رعايه السيد والي ولايه البليده السيد بوعزقي ومديريه الشباب والرياضه. عندنا برامج، عندنا دورات دورات تكوينيه في اساسيات التصوير الفوتوغرافي. مادام احنا عندنا عنصر نسوي اللي هي الاخت مروه معنا، قلنا لوكازيون تاع 8 مارس، احنا والفنا 8 مارس حفلات الفعاليه اللي راح تكون يوم 10 مارس. 10 مارس ان شاء الله هي 8 مارس، طاح بالخميس. قلنا نديروها صامدي باش يقدروا الناس العاملات ولا اللي مهتمين بالفن هذايا يجوا للمعرض هذا، واللي كانت فكره تاع الاخت وراي حاضره معنا. نعم. لشاني مروه تسنيم. نعم. في مونوغرافيا نظن انه من فيمينا فوتوغرافي. كيفاش جات الفكره لإقامة مثل هذا الصالون؟ وفوتينا في تفاصيلها، نتحدثوا أكثر عن كل الفاعلين، لأنه الشخص لما يسمع معرض صور فوتوغرافية يفهم كاين اللي يفهم ويعتقد ويظن أنه المواضيع راح تخص المرأة، أم العكس الحضور والفوتوغرافيات راح يكونوا نساء. أولا نشكركم على الاستضافة. نادي وريدة للتصوير الفوتوغرافي هو نادي فيه فريق، كل معارض اللي عملناها هو عمل فريق، وبعد نقاش واجتماعات وشاك فوا نلبيو طالب المتتابعين تاعنا على صفحتنا وريدة كلوب الجيري. اخر مره انتبهنا باللي العنصر النسوي راهو بكثره يتابعونا الصفحه تاعنا ويتابعوا النشاطات تاعنا. قلنا لما لا، بما انه 8 مارس راهو جاي، احنا رانا ما نعرفوا 8 مارس معروفين بالحفلات والغناء الوغ كو المراه موضوعها كبير على مجرد غناء وحفله ورقص. وحبينا نبينوا باللي المراه دورها في المجتمع كبير، المراه الام، المراه المعلمه، المراه الاستاذه اكيد. واحنا كمصورين حبينا نعطيو فرصه للفتاة هي اللي تجي تعرض الصور تاعها وتبين قدراتها وابداعها في هذا المجال. سيتادير هي اللي تجي تعرض، كاين تقول لك انا الزوج تاعي ممكن ما يخلينيش، انا ممكن الاب تاعي الاخ تاعي، الوغ حنا حنوفروا لها مساحه خاصه ليها تكون مع المشاركات، هي اللي تصور واش حبت. لو تام راهو اوفير، ما كانش شروط، ما كانش شروط لو تام، خليناه اوفير تبدع فيه كيما تحب، تخلي اللمسه الانثويه تاعها فيه كيما تحب، تعرض الناس اللي تحبهم، العائله تاعها، الاحباب، لي زانفيتي سي اوفير بور تو الموند. مرحبا بالنساء. لا اكيد مرحبا بهم يعرضوا النساء الرجل اكيد. ولكن الورشات اللي حيكونوا فيها تكون خاصه بالنساء، فيها ديفلوبمون بيرسونيل، و حيكون اسباس اوفير، كل وحده تهضر على لي زيكسبيريونس تري بيان، تجربتها في هذا المجال وحتى في مجالات اخرى، لما لا يلقاو راحتهم.
وان شاء الله حتى الديكور يلعب دور، كل حاجه ان شاء الله حيكون فيها ترابط بين المراه ونبين دور المراه في المجتمع. ودور الرجل في هذه الفعاليه يا عماد؟ دور الرجل قوليش برك رجال خفاء، هذه هي دور الرجل. راح نخدموا رجال خفاء. انا كي درنا رينيو مع الجماعه تاعنا اللي انا ما نشوفهاش فريق، نشوفها العائله الثانيه تاعي، درنا الرينيو هذه، هدرت معها قلت لها شوفي تسنيم، مداري انا هو اللي زعما نشابوتي لوبيراسيون هذه، قلت هذه الخطره انت تاخذي كلش، انت طلبي منا واش تحقي كوم ماتيريال، وانت هي اللي ديزيني واش تحبي واش ديري، لنهارك انت هي كل. وما كانش اختلافات، احنا كنا عالجنا في نفس صباح لنهار اليوم طرق اداره الخلاف بين الاشخاص في المؤسسات وغيره، وكان الاستاذ مهدي رمضان اللي عالج الموضوع قال عدم الاتفاق هو السبب الرئيس في كل خلاف. بالنسبه لكم تسنيم، كيفاش تسيروا ربما هذه الافكار اللي تكون متوزعه في اذهانكم وتناضلوا من اجل انه يكون فيه تجسيد للافكار الخاصه بكم؟ احنا اولا الفريق تاعنا اول حاجه اللي بيناتنا هي الاحترام، ثاني حاجه اللي تكون عنده فكره ما يقولش انا ندير وندير وندير ونقدر ندير، عندك فكره نظمها اكتبها شوف الاهداف تاعها خطواتها وناقش نقاش نتلاقاو كل واحد يعرض الفكره تاعو الخطوات تاع هذه الفكره واش راك حاب انت اكزاكتومون وشنو هي النظره تاعك للامور، وكل حاجه فيها نقاش، ما كاش واحد يقول لا انت ما ديرش، هو مسؤول الجمعيه يسمعنا حتى هو يناقشنا حتى هو يطلب راينا. واش الامور اللي تختلفوا فيها وتتفقوا فيها اكثر شيء؟ ممكن مثلا في هذا ليفينمون اللي حنديروها، ممكن انا شخصيا ممكن حاجة صغار، انا نحب الغوسيكلاج نحب الديكور، يسمى كما قلت لك الديكور حيلعب دور في ليفينمون، حبيت مثلا الديكور يكون في العلاء اللي نحنديرو داخل في الغوسيكلاج، حاجات غوسيكلي نديرو بها الديكور مثلا، هو انا نتخيل نيماجيني هو يقول لي كونك شويه لوجيك ما تخرجيش ما ديباسيش بزاف ليماجيناسيون تاعك حاجه مليحه. اسك الافكار تاعك كانت ضمن المعقول والمتاح؟ كاين اللي ضمن المعقول، كاين اللي جي ديباسي لي ليميت تاع ليماجيناسيون تاعي تال ما كنت متشوقه متحمسه، بصح هو اكيد كل مره يخلينا نسيروا على حسب الامكانيات على حسب واش عندنا، لانه احنا كشباب امكانياتنا محدوده بصح الحمد لله بهذوك الامكانيات الصغار نديروا حاجه كبيره ان شاء الله. هذا هو الشاب الجزائري، فيه ابداع فيه طاقه ايجابيه يكتسبها ويمنحها لكل الاشخاص اللي يكونوا محيطين به. نعم. نرجعوا لعمليه التنظيم وعمليه التسيير والتحضيرات لمثل هذا الحدث اللي راح يكون يوم 10 مارس. عماد، كما نشوفوا كل قبل كل تظاهره عندنا دي زيتاب نجوزوهم، اللي هي لازم تجيب القاعة وين تعرض، لازم تجيب وين راح تكون القاعة، الترخيصات اللي راح يكون في مركز التسلية العلمية بباب الجزائر. اوكي. ما ننساش الشكر، شغل الشكر لمديرية شباب الرياضة وعلى رأسها سيد جعفر نهار اللي عطانا تسهيلات، مام رئيسة المصلحة تاني كي رحنا عرضنا هاد الأخرى معناتها ما شغل ما حبسوناش، شغل عطاونا تسهيلات. مام مديرة المركز التسلية تاني كي رحنا ليها قلنا لها عندنا بروجي غدايا، قالت لي ليفينمون لا با بروبليم، هذه حاجة جديدة شغل تقبلوا الفكرة وحاجة جديدة ونخرجوا من الروتين. بشي القليل باسكو نمروا في مرحلة الطاقة، شوف وين ما كاش دراهم ما قال بلاد. مام لي سبونسور اللي كنا نروحوا ليهم يقول لك راني مزيرة ما كاش، مي احنا الإرادة تاعنا أكبر من الدراهم، الفكرة ولا واش راك حاب دير تفوت دراهم، لو كان نقعدوا مربوطين غير بالدراهم ولازم لك كذا ما راح دير والو. هذه الاراده منين جاتنا؟ قلت نقطه شابه، قلت لي اسكو شغل معناتو في لي ريونيون تاعكم تتقبلوا الافكار؟ صح، في اي من في العائله تاعك باقي يصراو لك مشاكل وتناقض في الافكار، احنا نمشيو عائله معناتها واحد يمشي الاخر، احنا شغل سلسله. دوك انايا صح جيت تعرض علينا الفكره وتقول لي انا حاب ندير هذه، ايه راهي حره في الافكار تاعها، بصح نسيي شغل كل واحد ينكادري صاحبه. شكون هو اللي يحضر دائما محضر خير معكم في الجماعه ويحاول يجمع بين الافكار؟ والله ما على بالي. هو بحد ذاته. هو بنفسه. هو بحد يصراو لنا صح في كل اخرى في الجمعيات، بون باش نقول لك لي بروبليم كبار زعما تاع الجمعيات ولا لا، الحمد لله، باسكو عندنا حاجه الاساسيه اللي عندنا اللي هي الاحترام. معناتها نتقبل الراي الاخر. وكاينه حاجه واحده اخرى في الجمعيات،
احنا على باز اوني فوتوغراف معناتها بلي كارد ارتيست يعني كامل الاعضاء كاع فوتوغراف اوني بلي كارد ارتيست من عند وزارة الثقافة عندنا راه عندنا ثالث اللي ما نظلمش لينا وراه الثالث اللي كان يصور عمي الهادي الكاميرامان تاعنا هو اللي راه عمي الهادي هو يعرف المدينة هو ابن مدينة الورود ثاني بليده نعرفوا نخدموا في بون تلاقينا في لي زيفينمون في بليده قلنا الاحترام وتقبل الرأي الآخر. احنا على باس قلنا دي فوتوغراف ارتست فوتوغراف معناتها عندنا مشاركات على مستوى الوطن ومشاركات على المستوى نرجعوا للحدث شحال عدد المشاركات اللي قدموا قبول الدعوة المشاركة؟ أولا المشاركة حتكون عن طريق إرسال الصور للبريد الإلكتروني وكاين في الإعلان حطيناها في لاباج كاين فورمولير يعمروه بالمعلومات الشخصية تاعهم. المشاركة تكون عن طريق صورتين يبحثوا هنا الإيميل وحنا نديروا لا سيليكسيون بين صورة. عندنا نورمالمون الحد الماكسيموم 30 مشاركة نهار لو جور جي وكل مشاركة بصورة واحدة ولا عندها صورة؟ تبعث لنا بصورتين وحنا نديروا لا سيليكسيون لو تام اوفير برك لحد الآن راهم بعثين لنا عدد ممكن فايق 30 في مدة قصيرة راهم بعثوا لنا مشاركات و وخلاص عندكم الاسماء لا مازال حتى 3 مارس اخر اجل 3 مارس واش راح يكون فيه انشطه عماد يوم 10 مارس نعم فقط معرض لصور ماشي غير معرض برك راح يكون استقبال المشاركات على الساعه 9:30 معناتها راح يكون استقبال بالورود مدينة الورود لازم مدينة الورود يومهم يومهم لازم نستقبلهم بالورود عندنا لي باج وكل مشاركه راح تجيب الصوره تاعها وين عندها بلاصة في الجاليري دار عندنا في مركز التلية العلمية تعلق لفوتو تاعها عندنا حتى ال 12 وجبة الغداء بيان سور ومن بعد صبر 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 10 مارس واش نكونوا نهار؟ سبت ويكاند خيرت احنا خمم باسكو لو 8 مارس لانه 8 مارس نص نهار برك عندهم هذه اللي خممناها باسكو هي لو 8 مارس يطيح ان جودي يطيح بالخميس قلنا دوك هما عندهم نص نهار كاين اللي تخدم كاين اللي ياك فيهمش احنا حبينا نقيسوا كما شرائح النساء معناتها الموظفة اللي قاعدة في الدار اللي تقرا درناها لو 10 باش تكون عندهم لا جورني كامله لحقنا للغدا يروحوا يتغداو يروحوا يتغداو ومن بعد من وحده مع الغدا نعم واش راح يكون فيه المنيو سيربريز سيربريز على حسب مقدور على حسب الامكانيه ما نوعدوش الضيف يقول لك ما يتفرط ام الدار ما يفرط عادي لا لا احنا حن مرحبا بهم على كل حال هي في الحقيقه هي اللي راح تجري يهضروا معايا احنا خاطينا بعد الفطور نصوتي بالفطور البرنامج حيكون كاين فيه ورشات في التطوير في التنميه البشريه وقلت لك اسباس اوفير يتكلموا فيه النساء براحتهم على التجارب تاعهم وبليس شوتينغ فوتو ديكور خاص بلو تام اللي حنختاروه كديكور مع مصور معروف نخليه لهم شي خبخيز برافو عليكم كل مفاجآت انا ننصحك قول لك ديري لهم مقارون لا ما راحش يكلف بزاف من رشته حافظوا على كل ما هو تقليدي وغيره صح؟ ان شاء الله برافو عليكم شباب ان شاء الله يعطيكم الصحة كل توفيق بالفعل واكيد انه كاميرا صباح الشروق راح تكون حاضرة من اجل تغطية الحدث ونقل كل تفاصيله ان شاء الله كلمة اخيرة تفضل عماد نشكر العائلة تاعي ثانية اللي هي وريدة كلوب الجيري باش ما نسيتيش بالك ننساوكش واحد يزعفو مام على التسهيلات اللي قامت بها الإدارة مشكورين ونشكركم انتم قناة شروق على الاستضافة أقل شيء واجبنا احنا كقناة شكرا لك تسنيم نورتينا بإطلالتك ونشكر عماد علوت رئيس جمعية ياسر ونادي الوريدة مشاهدينا مكملين في محطتنا وفقرتنا الصباحية رايحين على فاصل وراجعين تفضلوا